أيضا في أخبارنا مشاهدينا، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، زعم أن الذخائر التي تم استخدامها في عملية استهداف قادة لحماس لا يمكن أن تشعل حريقا بهذا الحجم، مضيفا أن الجيش يحقق في صور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة والتي تظهر انفجارات ثانوية في الموقع، مما يشير إلى أن أسلحة مخزنة في المكان قد تكون انفجرت. إننا نقوم أيضا بتقييم اللقطات التي وثقها سكان غزة ليلة الغارة والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبدو أنها تظهر انفجارات ثانوية، مما يشير إلى أنه ربما كانت هناك أسلحة في المنطقة. واعترضت استخباراتنا بعض المكالمات الهاتفية التي تعزز هذا القلق، مما يزيد من احتمال اشتعال النيران في الأسلحة المخزنة في مجمع مجاور. كشفت مصادر إسرائيلية أن الخارجية ومجلس الأمن القومي بإسرائيل يجرون مداولات للرد على احتمال أن تضع الأمم المتحدة إسرائيل في القائمة السوداء لأول مرة في تاريخها بسبب عدد القتلى من النساء والأطفال. وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة قد تفرض حظراً على تصدير الأسلحة لإسرائيل لمدة 4 سنوات، وسيصبح القرار نافذاً بمجرد توقيع الأمين العام للأمم المتحدة عليه. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. سيد عصمت صباح الخير، أهلا بك معنا. كيف تقرأ رواية إسرائيل بأن مخزن أسلحة تابع لحماس هو السبب وراء اندلاع حريق رفح ومقتل عشرات المدنيين، وإلى من تقدم إسرائيل هذا التبرير؟ صباح الخير وتحياتي لكم والمتابعين. يعني هذا محاولة للتقليل من الجريمة وبشاعتها، خاصة أنه فعلا الصور صدمت العالم، حرق الناس، أحياء الأطفال والنساء، هذا أثار ضجة كبيرة في العالم، وخاصة أنه العالم حذر قبل عملية رفح من أنه هذا سيحدث، هذه مناطق مكتظة، هؤلاء عشرات ومئات آلاف النازحين يعيشون في خيام ولا يوجد ما يحميهم. لكن التبرير الذي سيق هو غير مقنع حقيقة، يعني لا يمكن أن يكون هذا الأمر ناتج عن انفجار أسلحة، ولا يمكن أصلا تخزين أسلحة في منطقة إسرائيل أعلنت عنها أنها آمنة وطلبت من الناس الذهاب إليها وزودتها المنظمات الدولية بالخيام. يعني هذا أمر غير ممكن، ولا يمكن تخزين الأسلحة بالخيام. إسرائيل تحاول أن تتنصل، والتقرير موجه تماما يعني للولايات المتحدة. إسرائيل تريد أن تحمي الولايات المتحدة عملية رفح والإبقاء عليها، وأن تظهر أنها لم تتجاوز الخطوط الحمراء. نعم. كان هناك توافقات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول طبيعة العملية في رفح، وأنها ستضمن إسرائيل حماية المدنيين وستضمن تدفق المساعدات دون توقف. الأمرين توقفا، لا يوجد مساعدات تدخل بسبب احتلالها لمعبر رفح والجرائم والمجازر تحدث. نعم. وبالتالي هي تريد أن يعني تقدم الولايات المتحدة أعذار حول ذلك. طيب، ما فرص أن تضع الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء؟ وإن تم ذلك، ما إسرائيل بفاعلة سيد عصمت؟ أنا أعتقد أنه هذه ليست أول مرة ترشح فيها إسرائيل. أذكر أنه في قبل سنوات في 2015، وعندما كانت هناك إعدامات كثيرة لأطفال ولشبان يحاولون تنفيذ عمليات طعن، وأيضا بعد عملية 2014 في غزة، لكن هذه المرة أعتقد الحظوظ أكبر. عدد الأطفال الذين قتلوا وفق الأمم المتحدة يتجاوز 8000، هذا إذا أضفنا النساء الذين تقريبا بنفس العدد، الأطفال الذين بقوا دون عائلات وأيتام وغيرها، لذلك هي خلقت كارثة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولذلك الحظوظ كبيرة. ماذا تفعل؟ إسرائيل شكلت لجنة وغرفة عمليات خاصة من المستشار القانوني والنيابة العسكرية والخارجية ومكتب رئيس الوزراء من أجل مواجهة هذا القرار. إسرائيل للأسف بدل أن يعني تأخذ هذا التحذير، مواجهته بماذا سيدي عصمت؟ كيف ستواجه إسرائيل هذا القرار إن تم؟ بأي الوسائل؟ بأي الطرق؟ هذا ما أردت أن أقوله، أنه بدل أن تغير سياستها وتجنب الأطفال ويلات هذا الصراع، تذهب إلى وسائل ضغط. هي تريد أن تمارس ضغط دبلوماسي وسياسي، هي والولايات المتحدة وكل الدول التي لها تأثير عليها والتي يمكن أن تصوت إلى جانب هذا القرار. نعم. من أجل طيب. منع هذا القرار. سيد عصمت، فقط لنفهم مع حضرتك، إن وضعت إسرائيل على القائمة السوداء، هل فقط
ستمنع إسرائيل من استيراد الأسلحة أم هناك قيود أخرى؟ يعني أريد أن أصل إلى أنه في حال منعت من استيراد الأسلحة فقط، هي بإمكانها أن تستمر في قتل الأطفال والمدنيين بالأسلحة التي ما تزال لديها أو بإمكاناتها الداخلية؟ أنا أعتقد إدانة من هذا النوع إذا أضيفت إلى إدانات المحكمة الجنائية الدولية واستدعاء نتنياهو بتهمة الإبادة والتحقيق في المحكمة العدل الدولية سيكون له أثر كبير على صورة إسرائيل، على مكانة إسرائيل في العالم. هذا سيؤثر على الدول التي تتعاون مع إسرائيل سواء بالسلاح أو حتى دبلوماسيا أو حتى اقتصاديا، يعني سيصبح من الصعب على أي دولة أن تتعامل مع إسرائيل. وضع إسرائيل في هذه القائمة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية سيد عصمت التي ما تزال حتى اللحظة حليف أساسي وداعم رئيسي لإسرائيل، لن تتوقف الولايات المتحدة، لكن سيصبح من الصعب عليها. هناك حتى في القوانين الأمريكية قيود على تصدير السلاح وتوريد السلاح بأنه لا يستخدم ضد المدنيين، لا يستخدم في الإبادة، لا يستخدم في مجازر وحروب أهلية وغيرها. لذلك هذا أيضا سيصعب، ربما تمكن الولايات المتحدة دعمها ولكن ستواجه عقوبات وصعوبات وضغوط كبيرة من العالم. أيضا وصم إسرائيل بهذه الوصمة، هذا يحولها إلى يعني دولة شبيهة بالسودان مثلا، دخلت هذه القائمة بسبب دارفور وغيرها، يعني دول تعتبر دول عالم ثالث ودول شمولية وغيرها، وإسرائيل أن توضع في هذه القائمة مع هذه الدول، هذا سيعد وكأنه يعني تهبيط وتخفيض من مكانتها في العالم، سيجعلها تظهر كدولة منبوذة ومارقة، وسيجعل التعاون معها كما كنا صعب، وبالتالي ستواجه فعلا أزمة دبلوماسية. إسرائيل لديها قدرة على التحايل على هذه القرارات وعلى مد يعني وللأسف طرق للتعامل مع الدول العالم، لكن الوصمة والصفة التي ستلصق بها لن تغادرها، وأعتقد أن سيكون لها تأثير على الرأي العام. طيب وعلى هذه الدول، سيد عصمت، ولديها برلمانات. نعم، في حال لن تكترث إسرائيل لهذه الوصمة، كيف ستتعامل مع الدول لتتحايل على هذه العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها؟ يعني رأينا مثلا أن هناك إجراءات شكلية تتخذها إسرائيل تتحايل فيها على القوانين، مثل في أمريكا حتى نسبة معينة من الأسلحة غير مضطر البيت الأبيض أن يطلع الكونغرس مثلا وأن يأخذ مصادقته، السلاح بدل أن يرسل مرة واحدة أنسل على 10 أو 20 مرة كي لا يمر. أيضا الدول الأوروبية والدول التي تصدر سلاح إسرائيل ربما تلجأ إلى وسائل شبيهة بمعنى تحتال على القوانين، ولكن مجرد أن تضطر الدول إلى الاحتيال على برلماناتها وعلى أجهزة الرقابة لديها وعلى رأيها العام من أجل دعم إسرائيل واستمرار العلاقة مع إسرائيل، هذا بحد ذاته مكسب، هذا يصعب على الحكومات، وهذه حكومات كما قلت قبل قليل ديمقراطيات لها برلمانات ويعاد انتخابها، وبالتالي لا تستطيع أن تبقى تمارس هذه اللعبة. ولذلك بدأنا نرى تحول في الرأي العام لدى هذه الدول وفي برلماناتها وحتى في مواقفها إزاء الحرب. اليوم مثلا فرنسا أول دولة أيدت وقف الحرب أو مشروع القانون الجزائري الذي قدم باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن. يعني بدأت الدول التي كانت تقف بكل قوة إلى جانب إسرائيل تنفض عنها، وهذا نتيجة جرائم إسرائيل ومجازرها وإدارتها الظاهر كليا لقواعد حقوق الإنسان وقوانين الحرب. شكرا جزيلا من رام الله، المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، شكرا لك.